من ضمن الأسئلة، أنا هدخل صيني، بس لقيت اللي بيشتغل في مجال الترجمة بدون شهادة جامعية ممكن بكورس بجانب مجال آخر بحيث إنه يبقى متوفر مجالات أكتر، فأعمل إيه؟ الحقيقة لأ، المجال الترجمة تحديدا بيبقوا عاوزين لغات وترجمة أو آداب قسم كذا، ولكن مش هقدر إن أنا أحجر على الشركات إنها يكون واخد كورس. لأ، بس هي ما بتبقاش بكورس الحقيقة، دايما بيركزوا إنه يكون خريج ألسن أو لغات وترجمة، ده بشوفه كتير في الإعلانات التوظيف. ولكن لو فريلانس أو يشتغل شغل حر أو يشتغل للخارج، هما بيهتموا بجودة الترجمة، فبنشوف فعلا الناس، ولكن في مجال الشركات الكبيرة أو الشركات اللي بتعلن بشكل ستراكشر يهتموا فقط بمستواك في اللغة وجودة لأن دي من الحاجات، خاصة في الترجمة بيقولك وريني شغلك، فبيديلك قطعة وبترجمها، فبيشوف يا ترى الدنيا ماشية ازاي، لو لقاها كويسة يتم التعيين لأنك اوريدي عندك الخبرة، خاصة مجال الصيني قليل أوي الكاليبرز الناس شغالين فيه. فكرة انه بياخد كورس، لا مش بكورس، بقى بمستواك في اللغة سواء بكورس أو بغيره، عشان بس ايه مش نحسم هذا الموضوع. النقطة اللي أنا عاوز أقول عليها، مجال الترجمة من المجالات اللي خلي بالكم منها، لأنه الـ AI والـ جوجل ترانس، يعني مش جوجل ترانسليشن طبعا، ولكن الحاجات المتقدمة بقت بتترجم بدقة جديدة جدا، بقت كمان بتاخد الكونتكست. يعني كان زمان في الترجمة في مشكلة للكونتكست، أو يعني ممكن إيه، أنا متضايق من أحمد، فمتضايق من أحمد دي ممكن تتقال بجملة ساخرة أو بجملة مستهزئة، فما ياخدش الكونتكست فتتقال أي هيت أحمد، لأ فمتضايق تقصد بيها ايه هنا باللهجه بتاعتنا، فمش بياخد الكونتكست. ولكن الاي اي مع تقدمه لا بيتطور جامد قوي، فبي اوير وخلي بالكم من هذه النقطه، علشان مش من المجالات اللي عليها خطر وعلامات استفهام كبيره في اختفائها او تقليل الناس اللي شغالين منها في مقابل الاي اي. ومش عايز احبط حد، ولكن بي اوير.